مثمر وطيب لنا ولكم. نذهب مباشرة ومطالبة الأهالي المطالبة بتأهيل شوارع طول الكرم ومراعاة توفير طرق أو تحويلة أمنة خلال العمل بها، لكن ما هي الشوارع الجاري عمل بها حاليا خاصة مناطق العزب، مناطق منطقة تل الربيع؟ بعض الاستفسارات وبعض الرسائل وردتنا من الأهالي الكرام بخصوص هذه المناطق. إلى الدكتور رياض عواد رئيس بلدية طول الكرم ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي. أسعد الله صباحك بكل الخير دكتور. أسعد الله صباحك وصباح كافة المشاهدين والمستمعين. أهلا وسهلا بك، سعد أوقاتك بكل الخير. يعني في هذه اللحظات بعض الاستفسارات حول المشاريع التأهيلية في الشوارع. أولا، ما هي المناطق الجاري العمل بها في الأساسية والرئيسية ربما في طول كرم، ومن ثم سنذهب للمتوقع العمل بها لاحقا؟ نعم، يعني حقيقة يسعدنا أنه يجري تنفيذ مشروع كبير جدا حاليا في طول كرم، هو مشروع الصرف الصحي. هذا المشروع بقيمة 15 مليون دولار وهو بتمويل من اليو اس ايد، ويغطي مناطق عديدة. تحدثنا عن هذا المشروع مرارا الحقيقة، والمشروع يسير قدما في عدة مناطق من ذنابة إلى جبل أبو طاقة إلى عزبة الجراد إلى عزبة الطياح، نزولا باتجاه ارتاح، منطقة الواد، الشارع الغربي. يعني هذه المناطق كلها اللي هي المنطقة التي نحددها بالجهة الجنوبية الشرقية لمدينة طول كرم. واضح. كما قلت، من ذنابة تمتد إلى الجنوب الشرقي منطقة العزب. ما حصل هو تمديد خطوط للصرف الصحي في هذه المناطق. الشوارع التي تم بها تمديد هذه الخطوط سيتم إعادة تأهيلها إما جزئيا بتغطية منطقة الحفر أو كليا. يعني بعض الشوارع التي تم يعني عمل كبير فيها حقيقة لا يمكن فقط تغطية منطقة الخط، إنما سيتم استبدال الشارع بالكامل كما هو حاصل الآن في الشارع الغربي لمدينة طول كرم وشارع المعبر الذي يمتد من جامعة فلسطين التقنية حتى المعبر ارتاح. نعم. هذا الشارع بالكامل سيتم إعادة تأهيله. في مناطق أخرى الحقيقة سواء في ذنابة أو في بعض العزب، بعض الشوارع سيتم إعادة تأهيلها بالكامل. ولكن في مناطق أخرى طبعا بدأ العمل. أنا يعني أود التأكيد على أنه العمل يسير وفق برنامج مخطط له. نعم. يقوم بتنفيذ هذا المشروع شركة كبرى، هي شركة مورغانتي، هي شركة أمريكية. صحيح. معروفة على مستوى العالم، في لها سب كونتراكترز مقاولين فرعيين يقوموا بالتنفيذ تنفيذ الأعمال تحت إشراف أيضا مكتب استشاري عالمي هو شركة إيكوم. هذه شركة مشهورة عالميا كمكتب استشاري، هو يشرف على تنفيذ الأعمال. بالتالي العمل يسير وفق برنامج زمني مخطط له. طب دكتور، في بعض المواطنين الكرام ربما يعني يستفسرون عن جزئية لماذا يتم تعبيد وتأهيل بعض الشوارع، ومثلا مقطع صغير لدينا لا يتم تأهيله أو تعبيده. هنا هذه الرسالة من سيدة أم غازي بتقول: البلدية زفت أغلب الشوارع لعند مدرسة انشراح الددو إلا طلع عنا من أسبوعين، وإحنا نقول اليوم وبكرة. من أم غازي طبعا هي بتقصد طلع عندهم بالقرب من جبل يعني المؤدي لمنطقة أبو سرية، أم غازي في هذه المنطقة ساكنة، فبتقول يعني عند منطقة انشراح الددو كلها لعند المنطقة هناك بالضبط يعني زفتوها وكل شيء تمام، لكن لما وصل الموضوع في المقطع اللي مجاور لبيتنا ما تم تزفيته. يعني الحديث ما هو بهذه الطريقة الحسنة يا أستاذ وفاء. كما قلت، هاي مخططات تم إعدادها من مكتب هندسي استشاري. هلا كل واحد يعني على مستوى المدينه، طيب ليش ما مديتوا كمان 50 متر؟ ليش ما مديتوا كمان 100 متر؟ يعني البرنامج كما قلت هو يعني مخطط حسب المخططات التي تم اعدادها ووفق الموازنه المقدره. المشروع قيمته كبيره جدا، 15 مليون دولار. اضفنا بعض المناطق الحقيقه ان شاء الله تعالى ياتي موافقه عليها، لانه في بعض الخطوط بدا موافقه من الجانب الاخر، من الجانب الاسرائيلي، لانها في مناطق سي بانتظار هناك موافقة مبدئية، لكن بانتظار موافقة رسمية. يعني حاولنا إضافة بعض المناطق، لكن لا نستطيع يعني في من خلال هذا المشروع
تغطية كامل المناطق المراد خدمتها بالصرف الصحي. احنا بنتكلم عن حقيقة حوالي 40% من مساحة المدينة اللي بيتم راح يتم تغطيتها، لكن في مناطق اخرى نأمل ان شاء الله تعالى يكون عندنا مشاريع اخرى لتغطية هذه المناطق المتبقية. ما يحصل الآتي، ما يحصل الشارع كما قلت يعني مرة اخرى، اما ان يتم تزفيت المنطقة التي تم حفرها يعني منطقة خط المجرى، او يتم تأهيل الشارع بالكامل اذا كان الدمار كبير في الشارع نفسه. هلا لا يمكن الدخول الى دخلات، يعني مواطنين بيكون في عنده دخله 30 متر باتجاه معين، مواطن اخر كمان 30 متر، حتى وان كان ايضا بمشاركه مثلا ماليه من قبل هؤلاء المواطنين. هذا كلام جميل جدا، هذا الكلام الحقيقه اللي انت سبقتيني بالحديث فيه بتوفى. احنا عندنا برنامج اخر وبرنامج المساهمه. نقوم بتنفيذ بعض الدخلات، وهذا البرنامج مستمر. يعني بيجوا مجموعة من المواطنين في شارع قصير أو كذا بيطلبوا أنه تنفيذه بمساهمة. المساهمة هاي تكون عادة 60% على حساب البلدية و40% على حساب المواطنين. هذا البرنامج الحقيقة نقوم به الآن. نعم. لكن إذا كان مسار المشروع أو لربما يعني لنقل التمويل يمول إلى حد معين، بعض المواطنين بيقولوا طب وإحنا شو ذنبنا ما يوصلش لعندنا؟ يعني هو عبارة ممكن أمطار قليلة ويكون وفر خدمة تأهيلية حقيقية لهؤلاء السكان. كان. بالتالي لماذا مثلا لا تتحمل البلدية تكاليف ما تبقى، أو لربما يعني توفير خدمة تأهيل ما تبقى من هذا الجزء الخاص بهذا المشروع الممول من جهة ما أو من مانحين ما؟ حقيقة حيثما أمكن نقوم بذلك حيثما أمكن. لكن يعني لا، خلينا نقول بالمطلق أن يتم ذلك، هذا يعني بده موازنة كبيرة ومرهقة. لكن حيثما أمكن يتم ذلك. أنا بدي أضيف إنه لأن سألتي وين المناطق اللي بيتم العمل فيها الآن، والله يا ست وفاء يعني الإنسان المنصف الذي يتجول في المدينة، إحنا الورشة مفتوحة في المشاريع المتعددة التي نقوم بها. الآن إحنا نقوم بمشروع تزفيت بعض الشوارع في كفا، في منطقة كفا، علما بأنه هذه المنطقة خارج حدود البلدية، لكن نحن نقوم بخدمتها ونعتز بخدمة أهلها. يعني مثلا في هذه المنطقة صحيح كان في طريق ممتد وينتهي هذا يعني امتداد يصل إلى منطقة المستوطنة، فمواطنين طلبوا أنه مد الخط هذا 20-30 متر، ما كان في عندنا مانع إطلاقا في مد هذا الشارع. يعني حيثما أمكن كما ذكرت وحسب الأهمية نقوم بذلك إن شاء الله تعالى. فعندنا الآن مشروع تزفيت طرق في كفا، في عندنا مشروع تزفيت توسعة طريق وتزفيت مع أرصفة أمام مدرسة السفاريني في منطقة الملفات، عندنا أيضا طريق أمام مدرسة علي نايفة في شويكة. هذا ما يجري فيه، عندنا مشروع الحديقة الرياضية قريبا الانتهاء منه إن شاء الله تعالى ويتم استلامه من المقاول. فالمشروع للشارع الغربي مشروع كبير جدا الحقيقة، سيتم تأهيله بالكامل حتى منطقة البرك غرب جامعة فلسطين التقنية، وسيكون هناك دوار في منطقة المحطة لإحياء منطقة المحطة القديمة، محطة سكة حديد الحجاز. هذا هناك سيكون دوار إن شاء الله تعالى بدنا نسميه دوار المحطة. يعني هناك مجموعة أعمال تتعلق بالطرق، وفي عندنا مجموعة دوارات سيتم تأهيلها إن شاء الله تعالى. لكن عن هذه المنطقة التي ذكرتها لك دكتور رياض بالقرب من مدرسة انشراح الددو، وعن المقطع المتبقي الذي لم يتم للأمانة أنا لا أعرف هذا المقطع بالضبط، يعني إنما أنا زرت المنطقة، طبعا هناك عمل موجود. الشوارع اللي بيتم تزفيتها هناك كما قلت هي المتعلقة بمشروع الصرف الصحي، المتعلقة بمشروع الصرف الصحي هناك. يعني حيثما يوجد خطوط للصرف الصحي سيتم التزفيت. بعد ذلك الحقيقة المنطقة كبيرة واسعة عزبة الطياح، رغم أنها خارج حدود البلدية، إلا أنه إحنا ملتزمين حقيقة بخدمة هذه المنطقة وخدمة أهلها.
المنطقة واسعة لا نستطيع العمل بها. يعني أنا ما لا أعرف بالضبط حقيقة يعني المكان الذي تتحدث عنه. يعني هي بتقول تواصلنا لأكثر من مرة مع البلدية، لكن أنا بكل الأحوال سأقوم بتزويدكم يعني بعض تفاصيل الاتصال والتواصل مع هذه المواطنة حتى يتسنى لكم إن شاء الله المعرفة عن كثب ما تريد إيصاله. صحيح صحيح. نعم. أشكرك جزيل الشكر الدكتور رياض عوض رئيس بلدية الكرم، شكرا جزيلا لك، ونواصل في مشوارنا الصباحي مع حضراتكم. نذكر أن إضراب نقابة الأطباء لا يزال قائما حتى هذه اللحظة، ونتمنى أن يتم يعني أن تتم الأمور على ما يرام في أسرع وقت ممكن. دعونا